بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس الرابع في اقتصاديات الموارد والبيئة، وموضوعه الأساسي قانون العوامل المحدة، Lesson number 4 Economics of Resources and Environment Law of Limiting Factors. قبل أن نبدأ بحيثيات ومعنى قانون العوامل المحدة، لابد أن نفرق بين ما يسمى الموارد الأحيائية والموارد اللا أحيائية، biotic and abiotic resources. باللغة الإنجليزية biotic معناتها الأحيائي، يعني من biology أو شيء مشابه. عندما يلصق الحرف A بالكلمة تصبح معاكسة لها، فabiotic اللي هي لا أحيائي. فنتحدث الآن عن المواد الأحيائية واللا أحيائية، biotic and abiotic resources. لابد كما ذكرت أن نميز في اقتصاديات الموارد البيئة بين الموارد الأحيائية biotic resources من جهة والموارد اللا أحيائية abiotic resources من جهة، لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال بعد أن نعرف سأبين ما معنى ذلك في إطار قانون العوامل المحدة. الموارد الأحيائية هي موارد اقتصادية يكون مصدر هذه المواد الاقتصادية من الكائنات الحية، لذلك سمت موارد أحيائية. فمصدر هذه الموارد الاقتصادية من الكائنات الحية مثل البشر، النبات، الحيوان، وعلى سبيل المثال الكتل الحيوية، ما يسمى بالبيوماس. الكتل الحيوية على سبيل المثال من الأخشاب، من الدهون، من الدنج اللي هي مخلفات الحيوانات عندما تستخدم في توليد الطاقة، هذه كلياتها عبارة عن موارد أحيائية. فالبيوماس الكتلة الحيوية اللي هي من مصادر الطاقة التي تكونت موارد أحيائية مثل النباتات ودهون الحيوانات وتحليل البكتيريا للمخلفات البشرية والحيوانية وتوليد غاز الميثان الذي يولد الطاقة. مقابل ذلك الموارد اللا أحيائية هي موارد اقتصادية يكون مصدرها من غير الكائنات الحية مثل المعادن والغاز والوقود الأحفوري اللي هو النفط أو نسميه إحنا الفوسل فيول. الوقود الأحفوري موارد لا أحيائية. قانون عوامل المحدة Law of Limiting Factors، أظني قبل أن أتحدث بأنه من أخطر وأهم القوانين التي على الاقتصادي مهما كان تخصصه الفرعي يجب عليه أن يعرف ما المقصود به، لأنه بعطينا فكرة كثير عميقة بما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وما يتعلق باقتصاديات الموارد والبيئة. هناك حالة فضلة Optimum لكمية العوامل لا أحيائية غير الأحيائية البيوتيك الداخلة في عمليات الإنتاج، وهي عوامل إذا استخدمت بطريقة ناجعة فإنها تجعل الإنتاج والنمو أعظم ما يمكن. وفي حالة تقليل هذه العوامل، أرجو الانتباه على ما أقول لأنه مهم جدا، في حالة تقليل هذه العوامل أو زيادتها أقل أو أكثر من اللازم، فإن كمية الإنتاج تنخفض وربما تؤول إلى الصفر في بعض الأحيان. سأوضح ذلك طبعا من خلال الأمثلة. صيغة هذه الظاهرة أنه يعني الآن دخلت أنا بعض الموارد أو العوامل اللا أحيائية غير أحيائية abiotic resources دخلتها في عملية إنتاج، كأن أقول بدي يعني أريد أن أصنع شيئا ما. فإذا دخلت بعض الموارد، بعض المواد الخام أكثر من لازم أو أقل من لازم، فإن كمية الإنتاج ستنخفض وربما تؤول الصفر. صيغة هذه الظاهرة تحت قانون طبيعي يسمى قانون العوامل المحدة Law of Limiting Factors، يسمى في بعض الأحيان قانون ليبيغ للقيم الدنيا أو ليبيغ أو لايبيغ Law of Minimums، حتى يعني بالألماني ليبيغ أو لايبيغ، نسبة لعالم الزراعة الألماني جوستوس فون ليبيغ أو لايبيغ، جوستوس فون لايبيغ الذي عاش في الفترة 1803 إلى 1873. ينص القانون على أن تقليل العوامل غير الأحيائية أو اللا أحيائية كما ذكرت بأقل من اللازم أو زيادتها بأكثر من اللازم يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والنمو. لننظر إلى هذه الصورة الغريبة، عندي برميل وسعة البرميل على سبيل المثال 100 لتر، لكنه لا يستوعب في حالته الحالية أكثر من 70 لتر. لماذا؟ لأن هنا ثقب وهنا ثقب وهنا شرخ في القاع، ما يعني بأنه عندما نضع السائل في البرميل فإن هذا الثقب يؤدي إلى تسرب جزء من السائل، هذا يؤدي إلى تسرب جزء، هنا الشرخ يؤدي إلى تسرب، ما يعني لا نستطيع توصيل السائل إلى الحافة العليا للبرميل بسبب الثقوب الموجودة قبل الحافة العليا. هذه نسميها إحنا عوامل محدة. عوامل محدة. لنضرب مثال آخر من حياتنا العملية،
الآن على المحور الأفقي درجات الحرارة، درجة الحرارة على المحور العمودي ما يسمى معدل التمثيل الضوئي الفوتوثينسيس ريت، اللي هو الآن عملية التماثل، يعني عندما تستقبل أوراق الأشجار النباتات أشعة الشمس فإنها تقوم بالطبخ الآن داخلها، الخلايا تقوم بوظيفتها حتى تنتج المادة الخضراء وتنتج طاقة. فإذا كانت درجة الحرارة منخفضة الآن، هذا المنحنى بيقول لي الآن قديش معدل التمثيل الضوئي أوكي حسب درجة الحرارة. فعندما ترتفع درجة الحرارة، لنفترض أنه نحن الآن عند الصفر وأخذت درجة الحرارة بالارتفاع، فإن معدل التمثيل الضوئي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة سيزداد هذا المعدل إلى أن يصل الحد الأقصى. هاي بنسميها إحنا الحالة الفضلة أو الأوبتيمم، this is the optimum بالنسبة إلي، الحالة الفضلة. بعد ذلك كلما ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم ينخفض معدل التمثيل الضوئي حتى يصل إلى الصفر. وبالتالي الآن من العوامل المحدة اللي هي درجة الحرارة، إذا كانت أقل من اللازم فإنها تؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الضوئي، وإذا كانت أكثر من اللازم إلى اليمين فإنها تؤدي إلى تقليل معدل التمثيل الضوئي. هذا مثال واضح. الآن قانون العوامل المحدة تطبيقه الآن في عملية التنمية أو محاولة تحقيقها. لنأخذ هذا المثال البسيط الغريب المقنع، مثال شخص يتناول أحسن أنواع الطعام والمغذيات، لكنه لسبب من الأسباب يمتنع عن تناول الأغذية التي تحتوي الحديد أو فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي. في هذه الحالة نتوقع بأن هذا الشخص سيتعرض إلى الأمراض وفقر الدم وربما يموت حتى ولو توفرت بقية احتياجاته بكميات وافرة كثيرة، وبالتالي فإن فقدان عنصر الحديد وفيتامين جيم أو فيتامين جيم يعتبر عاملا معيقا لنمو الشخص ووقائه. لهذا السبب نقول أنه يعني فيتامين جيم أو الحديد من العوامل المحدة لنمو هذا الشخص. ما ينطبق على الشخص ينطبق على النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي الإيكولوجي، إذ من الضروري تحقيق التوازن بين المكونات المتعددة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج واستمرار النمو، وهذا ما ينطبق على استغلال الموارد في الاقتصاد وأثر ذلك على البيئة والإيكولوجيا. آخر شيء تحدث عنه بأن قانون العوامل المحدة هو قانون الكمية الأقل Law of Minimums، هنا الزيادة عفواً أنا هو Law of Minimums لأنه قانون واحد. وآخر شيء أتحدث عنه سأضرب مثالاً بسيطاً لندقق في شكل البرميل في الشريحة الثالثة، أرجع له بعد إذنكم على البرميل، منظر البرميل، هذا هو البرميل بالنسبة إلي، وذكرنا بأن سعته 100 لتر لكنه لا يستطيع أن يستوعب أكثر من 70 لتر بسبب وجود يعني مثلاً هذه الثقوب اللي هي العوامل المحدة كما أطلقنا عليها. أرجع على مثال الآن المصنع اللي هو ندقق في شكل برميل الشريحة الثالثة ونضرب المثال التالي، لنفترض بأن مصنعا متخصصا بإنتاج الدراجات الهوائية يعمل فيه مجموعة أو تعمل فيه مجموعة من العمال الفنيين، أنتجوا ما يلي. الآن أنتجوا مسننات بالشكل هذا، ست مسننات مساعدة ستة، بدالات التي يضع يعني رجله الشخص اللي بده يقود الدراجة الهوائية فيها حتى يبدل بين الرجل اليمين والرجل اليسار أو الشمال، 20 قطعة منها. أنتجوا مسننات مساعدة 50، عدات سرعة 30، مقعد 7، هذا اللي هو المحور للدولاب الأمامي أنتجوا منه 25 قطعة، أنتجوا 6 دواليب فقط، أنتجوا 30 جنزير اللي بسحب اللي هو اللي بسحب يعني بتعتمد على قوة الآن الحركة، مقود الدراجة 15 مقود، أنتجوا هذا المحور للتبديل بين اليمين والشمال 15، والشصي 3 وحدات فقط اللي هو بيحمل كل هالقطع هاي حتى ينتج دراجة كاملة. السؤال البسيط قبل النهاية، كم عدد الدراجات التي يمكن إنتاجها من هذه القطع؟ الآن لاحظوا أنه لا أستطيع إنتاج 50 ولا أستطيع إنتاج 15. الآن هناك حد أدنى على سبيل المثال من الدراجات التي تحتاجها كل دراجة هوائية، أحتاج إلى دولابين عجلين، واحد بالأمام يعني بالخلف واحد بالأمام، ما يعني الآن عندي فقط 6 دواليب، إذا قسمت على 2 معناته عندي 3 دراجات تماثلت مع هذه، لا نستطيع أن ننتج 50 دراجة،
ولا 15 دراجة ولا 25 دراجة. الحد الأقصى مهما كان عدد القطع اللي هو يجب أن يتوفر بالحد الأدنى منه هو الآن 6 دواليب مقسمة على 2، معناتها 3 توافقت مع هذا الرقم، معنى ذلك بأن الإجابة هي فقط 3 دراجات الحد الأقصى، وهو المقصود بقانون عام محدة أو قانون الكمية الأقل اللي هو Law of Minimums. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت، راجيا إن شاء الله في المقاطع المقبلة أن ندمج كل هذه المعلومات عن اقتصاديات الموارد والبيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.